مرحبا بكم متابعينا الكرام. الدراسة الجديدة لمثل سنتنا بطريقة حل مشكلة توقف الماوس أو اللاسوري أو الفأرة عن العمل في اللابتوب. كل ما فقط هو أن تضغط في لوحة المفاتيح الخاص بك أو الكيبورد زر الويندوز مع الإكس. الآن كل ما فقط هو التنقل إلى جيستيوني دو بيريفيريك أو المحيطات أو الديفايس تجدها باللغة الإنجليزية على حسب اللغة الموجودة في الكمبيوتر الخاص بك وتضغط أوكي. الآن للانتقال إلى يعني الأسفل وإلى ما ذلك، طبعا نستعمل الأسهم، وللتنقل نستعمل تاب، يعني في لوحة المفاتيح تجد زر اسمه تاب، نضغط عليه للتنقل، نذهب إلى الأسفل حتى نجد سوري. الآن كما فقط هو الضغط على اليمين ونذهب إلى الأسفل. الآن بعدما تجد سوري نضغط على زر الأنتري وننتقل إلى هنا دائما الطاب للتنقل. نذهب إلى البيلوت بالعمل بالسهم الأيمن، ونذهب إلى أيضا طاب للتنقل إلى الأسفل. نذهب أيضا طاب إلى ديزيستالي أو محو هذا الخيار، نضغط على أنتري ونؤكد. بعد ذلك ما يعني أعد تشغيل اللابتوب الخاص بك وستجد أن السوري أو الفأرة قد اشتغلت. لا تنسى الاشتراك في قناتي، أتمنى أن يكون في هذا الفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.